من فوائد هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أن ذلك الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من أن علي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الضال قد مات، فقال عليه الصلاة والسلام قم فواره. ليس هناك تعارض من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد موته، هو شهد موته، لكن بعدما مات خرج عليه الصلاة والسلام من واقع حديث علي، خرج، أو أن علي أتى وقال مستخبرا ومستفهما كيف أصنع به، قال إن عمك الضال قد مات، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قم فواره، والجواب يدل على معنى السؤال، فدل على أن علي سأل ماذا يصنع بجثته، فقال عليه الصلاة والسلام قم فواره.